فيها القبايل دعم شيخ مبارك عطى مد جزيل ريس الدولة حراك الفضايل شيخ هكذا مشاهدي الكرام التواصل يستمر ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني لسن الثنايا والشوط الاول الابكار المعجنات الى اصايل نتمنى التوفيق لجميع المشاركين نبدا ونبحر مع الصداره الاولى مع المركز الاول مع مجان عبد الله بن عامر بن حمد القحافي يقدم لنا مجان بالمركز الاول المركز الثاني غادم الذهيب الاحمد المطر المجد الخيلي وصل مع ثاني المراكز وثالث المراكز الظبي محمد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلي واصل في ثالث المراكز ورابع المراكز هذا الوصول الجميل ووصلت الشاهنية منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي في رابع التحديات وخامس المراكز الطلايع لسعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة قادم وحاضر في خامس المراكز هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المتميزة ولكن العودة مع الصدارة العودة مع المركز الأول والتحدي الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والتحدي المثير مع الصدارة مع الظبي محمد بن سالم بن نايع الأغفري يقدم الظبي بالمركز الأول وثاني المراكز مجان لعبد الله بن عامر بن حمد القحافي وصل في ثاني المراكز وثالث المراكز الذهيب أحمد بن مطر بن ماجي بن طارج الخيلي وصل في ثالث المراكز ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الأسماء بينما دور المركز الرابع الشاهنية منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي حاضر في رابع المراكز وخامس المراكز بعيد عنا واصل الذهيب أحمد قادمة الطلايع سعيد بن عبد الله بعيد بالدبيلة واصل في خامس المراكز هكذا هي النتيجة نعود مع الصدارة نعود مع المركز الأول مع مجان قادم عبد الله بن عامر بن حمد القحافي قدمنا مجان بالصدارة الأولى بينما ثاني المراكز الظبي محمد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلي واصل في ثاني المراكز وثالث المراكز الذهيبة أحمد بن مطر ماجد الخيلي واصل في ثالث المراكز ورابع التحديات الشيخ
هنية منصور بن ناصر علي بن سرودة الأخيل ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الأسماء وهذه الشعارات الجميلة المنطلقة مع أول أشواط الأبكار المهجنات الأصايل. هذه المهجنات الأصايل لسن الثنايا نتمنى التوفيق لجميع المشاركين لجميع الحاضرين بالصدارة والعودة مع المركز الأول مع مجان بالصدارة الأولى بالمركز الأول عبد الله بن عامر بن حمد الجحافي. ركز يا أبو عامر على هذا الموقع المتميز على موقع مجان وثاني المراكز واصلة وقادمة الذهيبة أحمد بن مطرب ماجد الأخيلي واصل في ثاني المراكز والثالث المراكز الظبي غادم محمد بن سالم بن نايع بن سالم الأغفري ورابع التحديات واصل الشاهنية منصور بن ناصر بن علي بن سرودة الأخيلي ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. ولكن الرقص مع البداية حصل تغيير مع الذهيبة أحمد المطر ماجد الأخيلي ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل والتحدي المثير. الذهيبة واصل الشاهنية منصور بن ناصر بن علي بن سرود الأخيلي واصل بن سرود في ثاني المراكز وثالث التحديات الظبي محمد بن سالم بن نايا بن سالم الغفري واصل في ثالث المراكز ورابع التحديات مجان عبد الله بن عامر بن حمد القحافي. هكذا هي النتيجة للأربع المراكز الأولى المنطلقة بهذا الشوط. ولكن الرقص هو الانطلاق الأول والتحدي الأول الشاهنية منصور بن ناصر بن علي بن سرود الأخيلي يقدم الشاهنية مع الصدارة الأولى مع الرقم واحد وهي بالفعل في مدرج رقم واحد في موقع الناموس. يا سلام يا الدماء الشاهيني يحضر بالصدارة الأولى منصور بيبحث عن النصر منصور بن ناصر بن علي بن سرودة الأخيلي. وصلنا لائحة الألف ومئتين يا مضمرين يا متابعين وشوف الذهيبة قادمة أحمد المطر ماجد الأخيلي في ثاني المراكز وثالث المراكز الظبي محمد بن سالم بن نايع الأغفري ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الأسماء على هذه الشعارات. وصلنا لائحة الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير كيلو التحديات وكيلو الأوامر. ولكن الشاهنية لا زالت في البداية الأولى منصور بن ناصر بن علي بن سرودة الأخيلي يقدم الشاهنية بالانطلاق الأول بالتحدي الأول مع أول أشواط الأبكار المهجنات الأصايل وقادم ذهيبة أحمد بن مطر ماجد الأخيلي في ثاني المراكز وثالث المراكز الظبي محمد بن سالم بن نايع الأغفري. ولكن الشاهنية والعصا في الأبطال العصا راك دوامنا يقدمها منصور وانت منصور بن ناصر بن علي بن سرود الأخيلي. شوف اللي وصلت وصل الذهيبة أحمد المطر ماجد الأخيلي واصل مع الذهيبة وين السلام وين الناموس. ولكن الشاهنية قادرة نحو الناموس نحو الانتصار منصور بن ناصر بن علي بن سرود الأخيلي والذهيبة واصلة في ثاني المراكز يقدمها أحمد المطر ماجد الأخيلي. ولكن خلاص الفوز مع الشاهنية منصور بن ناصر بن علي بن سرودة الأخيلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني
اذهب احمد مطرم مجد الخيل في ثاني المراكز وثالث المراكز مجان لعبد الله بن عاون محمد القحافي ورابع التحديات شعار الاغفري مع الضبي محمد بن سالم بن نايع الاغفري هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء تهانينا والناموس